السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كنا شرحنا الشير فورس اناليسز وبدأنا عملنا الانترودكشن سريعة كده على الموضوع. عندنا هنا بقى اكزامبل لمسألة في الكروس سيكشن اللي عندنا ده. الكروس سيكشن ده يعتبر 6 سيكشن. 6 سيكشن يعني الطول بتاعه او العرض بتاعه بالنسبة للسيكنس مش كبير، تمام؟ طيب السكس سيكشن قلنا ان احنا لما بنيجي نحسبه بنقول ان التاو او الاسترس الناتج عنها الاسترس، بنقول ان الاسترس اهو الاسترس بيساوي اس في كيو على اي في البي. وطبعا لو بنتكلم عن الاسترس في اتجاه الزد فده هيبقى الشير في اتجاه الزد في كيو اللي هي كيو اباوت واي، تمام؟ كيو واي على اي واي في الويتس اوف زد، تمام؟ الويتس اوف زد. جميل لغايه هنا؟ طيب لما بنيجي بقى المساله دي نحلها بنبدا نقسم الشكل بتاعنا. انت بتقول لما بتيجي تتكلم بقى بتقسم الشكل بتاعك، كل تغير للاريا بتاعتك بتبدا تحط عنده، يعني ده بتبدا تحسب عنده. يعني اول حاجه السطح الخارجي ده بنسميه دي رقم واحد، تمام؟ بنيجي هنا بنسمي ده النقطه دي بنسميها رقم اتنين. بس خلي بالك رقم اتنين دي مرة هيكون الويتس بتاعك هيكون كل ده، ومرة هيكون الويتس بتاعك الحتة دي بس اللي هي الـ العصب ده بس، تمام؟ او الويب، تمام؟ اللي هو الحتة دي، تمام؟ ومرة عند النقطة تلاتة اللي هي دي. الحاجة التانية بقى لو عندك الشكل سيمتريك، لو عندك شكل سيمتريك حوالين واي، تمام؟ يبقى فوق زي تحت. يعني عندك الشير فورس اللي عند واحد هي رقم اللي هتبقى تحت خالص. يعني احنا لو كملنا هنا الترقيم بتاعنا وسمينا دي رقم أربعة وسمينا دي رقم خمسة، تمام؟ يبقى انت عندك الشير فورس اللي الشير ستريس اللي عند واحد هو الشير ستريس عند خمسة، الشير ستريس اللي عند اتنين هو الشير ستريس عند أربعة، والشير ستريس اللي عند تلاتة ده هو خلاص بقى ده الميد بتاعنا. ودايما بيبقى عندنا الماكسيمم عند النقطة دي، تمام؟ الماكسيمم ستريس موجود عند النقطة دي. طيب نبدأ نشوف بقى المسألة دي. مديك المسألة دي كروس سيكشن ده، ومديك شير زد، الشير في اتجاه زد بيساوي 10,000 باوند، والاي واي والاي زد والاريا، وبيقول لك كالكوليت شير ستريس ديستريبيوشن على الكروس سيكشن اللي قدامنا ده. نبدأ نحل بقى سوليوشن. نبدأ قلنا ان احنا بنبدأ نشتغل عند واحد اتنين تلاتة وهكذا، تمام؟ فاحنا هنبدأ اول حاجة عند رقم واحد at point 1. بص بقى انت عندك التاو، قلنا ان التاو بتساوي اس زد اللي هي بكام؟ بعشر تلاف في الكيو واي. الكيو واي لما بنحسبها كيو واي بتساوي ايه؟ كيو واي بتساوي الاريا سميشن الاريا في الزد. طيب ايه سميشن الاريا في الزد؟ سميشن الاريا يعني نشوف كل الاريا اللي قبل نقطة واحد. قبل نقطة واحد كان في أي حاجة؟ كان في مفيش حاجة. يبقى أنت عندك كيو واي دي كلها بتساوي زيرو. الأريا كانت قبلها بتساوي إيه؟ كل الأريا اللي قبل النقطة 1 قبل النقطة واحد دي بتساوي زيرو، يبقى كيو واي كلها بتساوي زيرو. نقول بقى شير زد في كيو واي على أي واي في البي أوف زد دي بتساوي زيرو، يبقى ده كله بيساوي زيرو. يبقى الشير الستريس عند نقطة واحد بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. نخش بقى على النقطة اللي بعدها عند النقطة اتنين. بس اتفقنا عند النقطة اتنين عندك نقطتين، عندك مرة هتاخد الويتس بتاعك اللي هو ده كله، ومرة هتاخد الويتس بتاعك اللي هو ايه؟ الحتة بتاعت الويب ده، الحتة بتاعت الويب دي، تمام؟ يبقى انت عندك 8.2. بس بنتكلم اول مرة هنتكلم عن، هنسمي دي فلانج، هنسمي دي فلانج، الحتة اللي فوق دي هنسميها فلانج، وهنسمي اللي تحت دي ويب. جميل، اللي هو العصب ده، تمام؟ اد بوينت 2 أول حاجة بالنسبة للفلانج، هنقول إن التاو اتنين بس فلانج هتساوي اس زد في كيو واي على اي واي في البي اوف زد. طيب نيجي نحسب هنا على جنب الاس زد بتساوي ايه؟ الاس زد بتساوي
10,000، تمام. كيو كيو بقى واي كيو 2 فلانج، دي هتساوي ايه؟ هتساوي سميشن الاريا في الزد. سميشن الاريا في الزد الاريا اللي قبلها، القبل الاريا اللي قبل رقم 2. الاريا قبل رقم 2 هي مين؟ الحته دي، صح. اللي قبل الرقم 2 هي الحته دي. الحته دي كام بقى؟ 3 في الويتس بتاعك 8، يبقى دي بتساوي 3 في 8، ده كده الاريا. طب الزد بتاعتك بتقول بقى ايه؟ الزد برضو بتقول نفس الكلام، الحته اللي قبلها، بس السنترويد بتاع الحته اللي قبلها اللي قبل رقم 2. السنترويد بتاع الحته اللي قبلها بكام بقى؟ عندك الحته دي 4، وعندك نص التلاتة دي كام؟ 1.5، يبقى هنا الزد بتاعتك 5.5. جميل؟ تمام. يبقى دي بتساوي، خلاص هنحسبهم كلهم مع بعض. الاي واي، الاي واي عندك بكام؟ الاي واي عندك هو مديها لك ب 16، 16 16 انش باور 4. والبي اوف زد، البي اوف زد بتاعت رقم 2 فلانج بتساوي كام بقى؟ الويتس ده، الويتس ده بتاعك كام؟ 8. نيجي بقى نعوض هنا اهو، 10,000 او 10^4 في الكيو واي اللي هي 3 في 8، تمام. 3 في 8 في 5.5 على اي واي اللي هي 16 16 في البي اوف زد اللي هي ب 8، يطلع الرقم ده بيساوي 102.1 بي اس اي. جميل كده، احنا حسبنا بوينت 2 عند الفلانج. نخش بقى على البوينت اللي بعدها، نخش على البوينت اللي بعدها. البوينت اللي بعدها بقى عند ايه؟ هنحسب نفس الكلام بوينت 2 بس للويب، يبقى ات بوينت 2 ويب. الفرق بين بقى الفلانج والويب ايه؟ كل حاجه زي ما هي، يعني انت بتتكلم عن نقطه 2 اهي، ادي نقطه 2 اهي، تمام. عندك بالنسبه للفلانج كل حاجه زي ما هي، الكيو هتبقى الاريا في الزد اللي قبلها، والواي والاي، الاي واي خلاص هي 16، تمام. بعد كده 16 16، طيب ماشي. وعندك بعد كده الفورس بتاعت الشير فورس ثابته، هي 10,000. اللي هيتغير، الحاجه الوحيده اللي هتتغير معاك هي ايه؟ هو الويتس. الويتس اللي هو هيبقى معاك كام بقى؟ الويتس في الحاله دي هيبقى بكام؟ الويتس ده هو مديهولنا ب 3 انش، يبقى احنا نشتغل عليها. هيبقى الفرق بس في المساله ان دي هتحط نفس الكلام، بس هتقول تاو 2 ويب بتساوي 10^4 في 3 في 8 في 5.5 على 16 16 في 2، يطلع بكام الكلام ده؟ يطلع الكلام ده بيساوي 272.3 بي اس اي. جميل لغاية هنا؟ تمام. نخش بقى على البوينت اللي بعدها، اخر بوينت اللي هي رقم 3، وقلنا بعد كده اللي فوق زي اللي تحت، رقم 3. النقطة دي، النقطة دي بقى عندك ايه بقى؟ الاختلاف عندك الكيو، فانت خلي بالك الكيو هتحسب كل اللي قبلها، هتحسب هنا كل اللي قبل رقم 3 اللي هي الحتة دي زائد الحتة دي، الاريا في الزد بتاع ده زائد الاريا في الزد بتاع ده. يبقى نحسب كده، نحسب مع بعض بقى. ات بوينت 3، وهنسمي بوينت 3 دي اللي هي الماكسيمم ستريس بالنسبه لنا، هو اللي عندها الماكسيمم ستريس. جميل تمام. هتقول بقى احنا قلنا التاو، التاو بتساوي ايه؟ التاو بتاعت 3 هتساوي اي واي في كيو اي واي ايه اس زد، سوري اس زد في كيو على اي واي في البي. طب نحسب بقى الكيو، كيو رقم 3 دي هتساوي ايه؟ سميشن الاريا في الزد. طيب الاريا بقى قلنا بكام بقى؟ قلنا كل اللي قبلها، كل اللي قبلها اللي هو هيساوي ايه؟ اول حاجه الاريا رقم 1، الاريا بتاعت رقم 1 بكام؟ 3 في 8، والزد بتاعتها بكام؟ ب 5.5 زي ما قلنا هنا. طيب الاريا بتاعت رقم 2 بقى، او الاريا دي، الاريا دي بكام؟ 3 في اللينس ده كام؟ 4، يبقى 3 في 4. طب والزد بتاعت دي بكام؟ الزد بتاعت دي نص الاربعه دي يعني 2، يبقى انت عندك
تلاتة، تلاتة في تمانية دي الاريا في الزد بتاعتها 5.5، زائد تلاتة في 4 في الزد بتاعتها اللي هي ب2. نكتب بقى الكلام ده. تمام، تطلع معاك بقى ده بيساوي 3 في 8، الكلام ده مضروب في 5.5، زائد 4 في 3، الكلام ده مضروب في كام؟ في 2. تطلع كيو 3 دي بيساوي 172 انش بار 3. جميل، نحسب بقى الكلام ده هنا، نحسب بقى الكلام ده هنا، تطلع كيو 3 اللي هي بتساوي كيو تاو ماكسيموم، تاو 3 اللي هي تاو ماكسيموم بتساوي اس زد 10^4 في الكيو بكام؟ 172 على الاي واي بكام؟ ب16/16 في الويتس بتاعك بكام؟ الويتس بتاعك ب3. تطلع الرقم ده بكام؟ تطلع الشير بتاع رقم 3 يطلع 354.78 بي اس اي. هاي كده المسألة خلصت، كده احنا حسبنا كل النقط، يعني كده حسبنا خلاص، قلنا اللي فوق زي اللي تحت، وكده حسبنا كل حاجة. بنيجي بعد كده بنرسم نفس الكروس سكشن بتاعنا ده اللي احنا رسمناه هنا ده، بنرسمه تاني ونبدأ نرسم عليه الاستريسز بتاعتنا، الاستريسز اللي احنا حسبناها. تمام، يبقى احنا هنيجي هنا هناخد نفس النقطة اهو، ادي ده رسمناه تاني. تمام، وهنرسم عليه بقى ايه؟ هنرسم عليه الاستريسز اللي احنا جبناها. ادي النقطة رقم 1، ادي النقطة رقم 2، ادي النقطة رقم 3، ادي النقطة رقم 4، وادي النقطة رقم 5. جميل، تمام. اول حاجة هنبدأ بنوقع النقط. عند نقطة 1 الاستريس كان بكام؟ الشير استريس عند نقطة 1 بكام؟ بزيرو. يبقى هنيجي نحط هنا زيرو. تمام، بعد كده عندك النقطة رقم 2، النقطة رقم 2 الاستريس عندها بكام؟ نقطة رقم 2 في 2 استريس، واحد عند الويب وواحد عند فلانج وواحد عند الويب. يبقى عند الويب عند الفلانج بكام؟ 102، وعند الويب ب 272. هنيجي كده ايه، نحط اول رقم ده اللي هو 102. تمام، و 272 هنحطها في على نفس اللاين بس اعلى منها بسنة. تمام، بعد كده بعد ال 172 عندك رقم 3، رقم 3 طلع بكام؟ رقم 3 عندنا ب 354، 354 يبقى هتيجي عند النقطة دي 354. جميل، تمام. وقلنا 5 زي 1 يبقى دي 0، و4 زي 2 يبقى دي عندك هنا في نقطتين، واحدة هتبقى هنا وواحدة هتبقى هنا. تمام، وبعد كده بنيجي بقى نوصل ايه؟ بنوصل الكلام ده كله ببعضه، بس نوصله كده ايه؟ كيرف، يعني بشكل كيرفد لاين. تمام، عندك اول حاجه اهو، بعد كده نطلع هنا خط مستقيم، بعد كده عندك كيرفد لاين، قيمه الاستريس عند النقطه دي كام؟ قيمه الاستريس عند النقطه دي 0، والاستريس هنا 201، والاستريس هنا 272، والاستريس عند النقطة دي 354. تمام، ونفس الكلام النقطة دي هتبقى هنا 272، هنا 201، وهنا 0. جميل، وهنيجي كده، كده احنا رسمنا الاستريس ديستريبيوشن عندك رسمناه. تمام، هنيجي كده خلاص كده خلصت، هنيجي نرسم بس ايه، نقفل النقط بتاعتنا. تمام، لغايه هنا كده حلو، كده انت رسمت الاستريسز اللي موجوده على البيم بتاعك بسبب الشير فورس اللي حصلت عليه. كده يكون المساله بتاعت المساله بتاعت السكس سيكشن كده خلصت. ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن مساله
سين سيكشن. شكرا.